في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعلم كيف إن نركب الأندرويد ستوديو. باختصار، الأندرويد ستوديو هو البيئة اللي راح تطور فيها تطبيقات الأندرويد. طبعاً أول شيء روح وابحث عن الأندرويد ستوديو، هذا هو الموقع طبعاً تنزل منه أندرويد ستوديو. ممكن تروح بكل كيف توصل الموقع هذا بكل بساطة، ممكن من خلال البحث في جوجل، تروح جوجل هنا، تمام، وبعد كذا تكتب هنا أندرويد ستوديو. تبحث عن اندرويد، راح تطلع لك اول صفحه، هي الصفحه اللي فيها الاندرويد ستوديو. تروح للصفحه هذه وتسوي داونلود. طبعا هو راح يتعرف على نظامك اوتوماتيك، هل هو ويندوز ولا ماكنتوش، ويعطيك النسخه اللي تصلح نظامك. تضغط على الزر هذا مباشره، راح يبدا عندك، راح طبعا يظهر لك تيرمز اند كونديشنز، تقول انا موافق على التيرمز اند كونديشنز، وبعد كذا تسوي داونلود. تضغط على زر الداونلود، يبدا الان الداونلود في جهازك. طبعا انا عندي مسوي داونلود قبل، تمام، فلذلك راح كنسل الداونلود. هنا الاندرويد ستوديو عندنا الان، نفرض انك سويت له داونلود وخلصت، راح تلقاه قدامك هنا. طبعا اندرويد ستوديو اللي انا نزلته هو النسخه الثالثه اللي موجوده الان، انت نزل اخر نسخه موجوده، تمام. نضغط الان على الاندرويد ستوديو اللي نزلناه هنا، ضغطنا عليه عشان نشغله، اللي هو الانستولر. ننتظر الآن الانستولر يشتغل. نعم، موافق، هذا الانستولر حق الاندرويد ستوديو. نضغط نيكست. النيكست نخلي نمشي على نفس الأشياء الموجودة فيه. بعد كذا نقول انستول. ننتظر الآن الاندرويد ستوديو انه يسوي انستوليشن. خلصت الآن عملية الانستوليشن، انتهى. طبعا الانستوليشن هذا ياخذ على حسب سرعة جهازك، تنتظر الين تخلص عملية الانستوليشن، يقول لك كومبليت. الآن تضغط على نيكست فينيش. الآن بيبدأ إن شاء الله يشتغل معنا الأندرويد ستوديو. أنا عندي نسخة سابقة، لذلك قال لي إنه راح يستخدم نفس الكونفيجريشن حق النسخة السابقة. أنتظر الأندرويد ستوديو يشتغل. جلس الآن يسوي بعض التحديثات قبل ما يشتغل. ننتظر يسوي التحديثات هذه من الإنترنت. الآن يقول لك ما في SDK، نحتاج ننزل SDK. نعم، نزل اللي سوي داونلود SDK. نيكست نيكست. بعد كذا فينيش، راح يسوي داونلود الان 1 جيجا، تمام. فممكن ياخذ منك على حسب سرعه الانترنت عندك، ممكن ياخذ منك وقت طويل شوي. الان طبعا خلصت العمليه التركيب الكومبوننت او الاس دي كي حقت الاندرويد ستوديو. طبعا اخذت وقت، ممكن تاخذ عندك وقت اطول خصوصا لو انترنت عندك بطيئه. بعد ما تخلص العمليه هذه نضغط على فينيش. الان الاندرويد ستوديو جاهز وموجود، وممكن نبدا الان مشروع جديد. نشوفكم إن شاء الله في المحاضرات الجاية، وأول تطبيق على الأندرويد بإذن الله.